السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه الخميس من قضايا ابتسامه. حلقه اتاخرت شويه لان عمالين نشوف المستجدات اللي بتحصل، اللي الحقيقه بقت سمك لبن تمر هندي. والموضوع باختصار ان انت بقيت محتاج حظ وان الظروف تخدمك عشان تقدر تحقق بطوله. يعني الطبيعي ان انت دايما لما تيجي بتحقق بطوله بتجيب سكواد محترم، بتجيب مدير فني محترم، الاداره بتقفل على الفريق بشكل محترم، بيحصل تناغم بين اللاعبين والمدير الفني والجو اللي بتوفره الاداره، فبتقدر توفر عوامل النجاح، بتنزل تلعب المباريات او البطولات، وطبعا بتوفيق ربنا في التسعين دقيقة او في المباراة بيصاحبك فبتقدر تحقق البطولة. حاليا انت محتاج كمان بقى ايه؟ حظ بقى، ان البطولة معادها يجيلك وقت ما تكون انت في التوب فورم بتاعك، او لو انت في التوب فورم بتاعك ربنا يكرمك وان البطولة تكمل وما يحصلش تأجيل او ايقافات لاي ظروف. انا مش هلوم هنا على اي ظرف، لكن في النهاية هو ده بقى الشكل اللي بيحصل بيه البطولة. ومش كل الامور دايما هتخدم. لما حصل السنة اللي فاتت لو تتذكروا، مش الدوري اللي احنا بنحسمه اللي حسمناه ده واخر ماتش فيه مع الطلائع، لا، الدوري اللي قبله اللي هو بقى ايه حصل فيه امم افريقيا. طب هنلعب قبل امم افريقيا؟ لا، اصل ساسي مصاب فنأجل الدوري لبعد امم افريقيا، فيتأجل مباراة الاهلي والزمالك شهر ونص، ويبدأ النادي الاهلي يتأجل له مباراة مع المقاولين ومباراة مع الزمالك، ويتأجل للزمالك مباراة الجونة ومباراة الاسماعيلي، انا مش بتذكر انا بحسبها مباراة ولا مش مباراة، ومباراة الاسماعيلي ومباراة النادي الاهلي. بعد مثلا ايه بتروح تلعب بطولة افريقيا وتفصل وترجع وتروح، نفس الامر بقى بيتكرر في بطولة دوري ابطال افريقيا. اللي الحقيقة طلع خطاب امن ان احنا مش هنقدر، او في انتخابات فممكن نلعب المباراة يوم 10. الكاف طبعا عنده الفيفا ديت من 9 ليوم 19 او يوم 17، والفرق على ما ترجع او اللعيبه على ما ترجع من انتخابات يوم 19 و20، فبالتالي مش هينفع يتلعب البطوله في الميعاد ده الا اذا كان الكاف خد قرار تاني مختلف ان البطوله 6 نوفمبر وتتلعب في المغرب مكان مصر، طالما كان في قرعه او اشياء من هذا القبيل. لكن الفكره كلها ان في مباراه تانيه قبل نهائي المفروض مش مرتبطه خالص بميعاد النهائي، برضو الكلام فيها بيتاجل، والكاف بيعلن ان هو بيتواصل مع مسؤولي النادي الرجاء ونادي الزمالك وخبراء الكاف اللي طبعا في عهد احمد عارفينهم كويس جدا، وكمان هيتاجل نصف النهائي. وطبعا الصحف المغربيه والمواقع المغربيه هي اول ناس بتنشر الاخبار قبل ما الكاف نفسه بيعلن عنها. فواصل لنا من الصحف المغربيه ان يوم 4 نوفمبر هيكون مباراه الزمالك والرجاء، ويوم 27 نوفمبر هتكون مباراه نهائيه بين الاهلي والفايز من مباراه نصف النهائي. لو جيت بصيت كده على شكل البطولة دي هتلاقي في النهاية أزمات حصلت في مباريات كتير إلا موضوع النادي الأهلي. النادي الأهلي ماشي في طريقه، ملوش علاقة بحد، لا له علاقة بتأجيلات ولا له علاقة بأي حاجة. عايزين تأجله قبل النهائي عشان الوداد فيه 15 حالة مصابة، ما عنديش مشكلة، أرجع للمدير الفني، المدير الفني قال أوكي خلاص أوكي، نلعب في المغرب، نلعب في القاهرة، نلعب في أي حتة، هتلعب بدون جماهير، أنا شغال معاك. فبالتالي النادي الأهلي مش طرف في المعادلة دي. الأطراف اللي بيحصل فيها أو المستفيدة من اللي بيحصل في عهد أحمد النادي الأهلي مش طرف فيهم. وقلنا وضربنا مثال في حلقه الاهلي خط احمر ان اللي كان بيشوف ان عهد عيسى حياته كان في مشاكل كتيره، كان عيسى حياته لما بياخد قرار ما بيرجعش فيه. لما خد قرار استبعاد النادي الاهلي، لما النادي الاهلي انسحب من البطوله بعد احداث مباراه السوبر الافريقي، المباراه الوحيده اللي فاز فيها الزمالك بالحكم متابيلا المرتشي وثبت عليه تهمه الرشوه في 2004، كابتن صالح سليمه رحمه الله عليه خد قرار بالانسحاب سنه، اداله على طول سنتين عقوبه. ده الكاف، دي القوة اللي الناس بتقول لك ده بيجامل الاهلي. ولو بيجامل الاهلي يا حبيبي انا هنسحب سنة، يعاقبني بسنتين. يعني هو ده لو بيجامل الاهلي، ما هيجامل بقى الاهلي، هيراضي الاهلي. طب بس ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ او على الاقل يكتفي بفكرة ان الاهلي انسحب ويشارك من البطولة اللي بعدها. لا، ده تعاقب الاهلي على القرار ده في عيسى حياته. عيسى حياته لما في مباراة وفاق ستيف في الجزائر في المجموعة اللي فاز فيها صن داونز على الزمالك في 2016 ذهابا ايابا، كان برضه هو في المجموعة دي، حصل شغب في أول مباراة في المجموعة في الجزائر، تم استبعاد الفريق من البطولة. لما حصلت
بين الاسماعيلي وفريق تونسي اعتقد افريقيا التونسي، كان مصلحه الافريقي التونسي ان الاسماعيلي يرجع للبطوله، لان كانت هتستبعد نتائج الاسماعيلي وافريقيا التونسي فايز على الاسماعيلي ذهابا ايابا، كان واخد 10 نقط 6 نقط منهم من الاسماعيلي، فانا مصلحت ان الراجل ده يرجع، فبقت المصالح تتصالح وتعاد ورجع الاسماعيلي بعد قرار استبعاده من البطوله، طلع قرار تاني بانه يرجع البطوله. ده الكاف بقى في عهد احمد، ده الكاف اللي لما فيه رئيس نادي او مسؤول في نادي يعني سب الكاف واتكلم كتير عن الكاف وطلع قرار جريء وعن تاني بالايقاف 3 شهور، تدخل الطرف المصري وقدر يرفع الايقاف عن رئيس النادي وحضر وتعشوا مع بعض والدنيا كانت حلوه جدا. ده تراجع، كذا قرار للكاف هتلاقي تراجع، وده هيخلينا نقول رحمه الله على عمرو فهمي اللي وقف ضد التلاعبات دي، اللي وقف ضد الفساد ده، اللي اعلن الكلام ده، ومش بس اعلن ده كمان اتحرك. فبالتالي لما احمد اعلن ترشحه لانتخابات الكاف مره اخرى، البي بي سي طلعت له بتقرير ان انت اصلا نهايه نوفمبر ممكن تتمنع من الترشح لان في خلافات او اخلاقيه او ماليه بيتم التحقيق فيها ورصدينها جيدا، وطبعا منها بقى فكرة الشركة بتاعت صاحبه اللي دخلت عملت معدات رياضية بمبلغ كبير، والمبلغ ده كان ممكن يكون اقل منه من شركة تانية وهي شركة بوما. قصة كده كان اتكلم فيها رحمة الله عليه عمرو فهمي، واعتقد انا امنياتي ان الموضوع ده يتحسم، لان الكرة الافريقية بعيدا بقى عن فكرة الاهلي، احنا خلاص قلنا الموضوع سمك لبن تمرندي، وبابتك بقى انت وحظك بقى تجيلك يوم 27 دي تكون لعبتك راجعة كويسه، تكون لعبتك راجعه سليمه، تكون لعبتك في التوب فورم، تكون في المود، ما تكونش في المود، دي بقى انت وبختك فيها. لكن انت وبالمناسبه انت مش هتقدر تتكلم في قرار الكاف اعلنت ان هو قرار نابع من السلطات المصريه او بطلب من السلطات المصريه اللي كانت عايزه المباراه يوم 10، كان وارد جدا يقدر الكاف يعملها يوم 10، لكن عنده مرتبط بمنتخبات ويوم 9 و فدخلنا بدوامه، وبدوامه بتسلم في دوامه، فانت خلاص اللي هتنسحب ما خلاص شكرا البطوله للطرف الثاني، هتعمل ايه؟ هتشتكي الموضوع خاص بالسلطات، هتتكلم هتعترض على الكاف، اعترض اللي قبل كده وتغير قرارات والوداد والرجاء، هتقول نعمل لهم فضيحه ونعمل لهم مشكله، الكلام ده كله مش هيديك البطوله. الوداد عمل كل اللي عمله في النهايه، خد ايه؟ ولا حاجه، برغم ان طلع قرار بعت المباراه وطلع قرار ثاني المباراه مش هتتعاد، يعني عادي كده شغال وكده شغال، وفي النهاية البطولة ذهبت للترجي. وعشان كده تلاقي في عهد احمد فرق كانت غايبة عن منصات التتويج وصلت لمنصات التتويج، فرق حكم بيظلم فريق في دور نصف النهائي بعد 3 أيام تلاقيه في نهائي الكونفدرالية عشان يجامل فريق اخر شقيق مغربي، وعادي جدا والامور بقت ماشيه بالشكل ده. فبالتالي عهد احمد هو اسوأ عهود كرة القدم الافريقية، واستمراره هيؤدي لنفس النتائج السلبية دي ونفس عدم تكافؤ الفرص والتلاعب والتراضي وشايلني وشايلك واسلوب صعب جدا. لكن انت دورك ايه؟ او حتى لو انت اعترضت، انت دورك بقى تعمل ايه مع الجهاز الفني مع اللاعبين؟ تحت اي بند تحت اي ظرف لازم تكون في اعلى درجات تركيزك، اعلى درجات اجتهادك، هو ده الطريق اللي انت هتملكه. لان في عهد احمد طريقين لتحقيق البطوله، يا اما الطريق السهل والتلاعب والتربطات والتاجيلات والحكام اللي بتيجي بشكل معين تكسر قرارات وما تطبقش لوائح وتدخل انذار في جيبها وتطلعه وتدخله وحاجات من هذا القبيل، واحنا ملناش في الجانب ده خالص الحمد لله. والطريق الصعب اللي هو تلعب تحت اي ظروف، تلعب تحت اي بند، تركز في المباراة فقط لا غير، ما تشغلش بالك لا بتحكيم ولا باتحاد ولا بكاف ولا بتربطات، انت الاعلى فنيا، حافظ على الفورمة دي، انت اللي لازم تنزل التسعين دقيقة دولت بالنسبة لك حياة او موت، مركز في حاجة واحدة بس، ان انت تكون في افضل حالاتك ايا كان مين المنافس ايا كان مين الحكم. وده الكلام اللي رحمة الله عليه كابتن صالح سليم بيقوله، احنا خدامين الحكام وما تركزش مع الحكم. انت لما زميلك او المنافس بتاعك يجي يشتمك او يجي يسبك ما تركزش معاه، هو عايز يطلعك بره تركيزك، كل اللي بيحصل ده عشان انت تطلع بره تركيزك. فلازم تبقى عندك اصرار على تحقيق البطوله دي، واعمل اللي عليك في الملعب والباقي بتاع ربنا. والمكتوب ده بقى مكتوب لك البطوله هناخدها ان شاء الله لاننا نستحق، مش مكتوبه الاسباب متعلقه بره الاجتهاد، خلاص المهم تعمل اللي عليك. ده بالنسبه للقرار
ده الجاب المحتمل صدوره. قرار اخر او موضوع اخر طبعا طلع على الساحة بعد هزيمة بيراميدز نهائي الكونفدرالية. هو التوقيت طبعا كان محطوط فوز بيراميدز بالكونفدرالية، فييجي رمضان صبحي يتكلم عن تحديات الفريق الفائز بالكونفدرالية فما حصلش. فسمعنا لقاء رمضان صبحي، قلنا مش هنعقب عليه في قناة النادي الاهلي وبرضه مش هنديله هنا اكتر من حجمه، ولكن عشان نوضح بس ان رمضان صبحي كان باين عليه التوتر جدا. اي حد شاف اللقاء عارف ان رمضان صبحي مش عارف يطلع سبب ان هو ليه راح بيراميدز، اتكلم كلام صعب في فكرة التناقضات. قال ايه؟ قال اصل النادي الاهلي لم يتمسك بيه او ما تمسكش بيا، ولو النادي الاهلي كان عايز يخلصني كان خلصني من الاول. يا راجل النادي الاهلي دفع فيك 2,400,000 استرليني في اعارة ومديك تعاقد اعلى لاعب مصري في الفريق، اعلى لاعب مصري في الفريق، لم يتمسك بيه. طب انت بقى لو انت كنت عايز تكمل في الخط ده ليه انت بتناقضاتك تقول انا قعدت مع الكابتن محمود الخطيب في شهر مارس وكنا نظن ان كورونا اسبوع ولا اسبوعين، وانا قلت له انا عايز احترف ولو ما جاليش عقد في الاحتراف انا مكمل مع النادي الاهلي. ده الكلام اللي انت قلته، لكن الكلام الحقيقي اللي هو لو خلصتوني من هيدرسفيلد انا مكمل وبرضو عندك طموحات الاحتراف. طب حتى لو انت عندك طموحات الاحتراف ولو ما خلصتش ولو ما جالكش عقد احتراف هتكمل في الاهلي، هو انت دلوقتي بتلعب في دوله اخرى غير مصر؟ يعني هل نادي بيراميدز ده نادي مثلا بيلعب في الدوري التركي، بيلعب في الدوري مثلا الايطالي، ولا بيلعب في الدوري المصري؟ ما هو انت مش لاقي مبرر تقوله، لان المبلغ اللي طرى عليك فعلا هو ضعف المبلغ اللي كان معروض عليك في النادي الاهلي، وانت غيرت رايك بتليفون جالك من الطرف الاخر اللي كان عرض عليك مبلغ 22 مليون، تقول لا المساله قريبه مع النادي الاهلي مع اعلانات، فقال لك 36 مليون وترد عليا خلال ساعه الطرف الاخر وفقت على 36 مليون. حقك اطلع بقول ده، لكن تطلع تخلي شكلك بالشكل اللي هو مش ظريف ده صعب جدا. النقطه الثانيه، وانت بتدور بقى على الاسباب اللي ضايقتك من النادي الاهلي وبتتناقض ايضا وبتقول وانا بتكلم مع امير توفيق كانت المكالمه اللي بتبقى بيني وبينه بسمعها مع الكابتن احمد شوبير بالليل، انا بقول لك يا امير وصاه للكابتن خطيب ليه بتوصل لشوبير، في نفس الوقت بتقول ان انا كنت بقول لامير ان انا بدور على عقد احتراف وانا مش بفكر دلوقتي لو ما جاليش عقد احتراف هفكر في النادي الاهلي، بتطلع تقول كانوا بيضغطوا عليا مع شوبير وشوبير بيقول رمضان يقترب. يا حبيبي ما اللي انت رمضان يقترب اللي بيقوله شوبير ده اكيد مش هو الكلام اللي كان بينك وبين امير توفيق، فانت في حالتين متناقضتين، هو انت مع امير بتقول كلام شوبير بيطلع يقوله بالظبط، ولا مع امير بتقول كلام وشوبير بيطلع يقول كلام تاني اللي هو يقترب، لان انت بتقول انا بقول لامير انا هحترف امير توفيق طبعا، كابتن شوبير بيقول لا الصفقه بتقترب من الحسم، انت معترض على ايه؟ يبقى لا امير بينقل الكلام اللي بينك وبينه الا اذا الكلام اللي كان بينك وبينه بيؤكد على انك مع النادي الاهلي، وهو ده الصح، انت كنت مع النادي الاهلي، وده اللي حصل اللي اتفاجئ بيه حتى واللي صرح بيه المدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي لنادي هيدرسفيلد، قال لك احنا اتفاجئنا بموقف رمضان صبحي والنادي الاهلي كلمنا من قبل ما الاعاره بتاعت رمضان صبحي تخلص، واننا احترمنا تعاقداتنا مع النادي الاهلي واننا احترمنا التعامل مع النادي الاهلي والقيمه الشرائيه وصلت ل 3,250,000، لان النادي الاهلي دفع سنتين او دفع في اعاره سنه ونص 2,400,000 استرليني، فبالتالي كان الاولويه الشراء للنادي الاهلي. خلصنا مع النادي الاهلي، الكابتن رمضان صبحي قال لك انا مش مكمل، وده اللي اتفاجئ بيه الجانب الانجليزي مش احنا، وده اللي هنعرضه، انا هنعرض الفيديو بتاع المدير التنفيذي عشان يبقى الفكره مش بنرد هنا داخليا، لكن نقطه مهمه جدا اتكلم فيها الكابتن رمضان صبحي اللي هو انا اتخانقت مع بادجي فانا رايح اصالحه، فازاي الكابتن سيد عبد الحفيظ يقول لي بس انت برضه هتتعاقب؟ ازاي اتعاقب؟ ما انا رايح اصالحه. هو حضرتك كنت بتتخانق معاه في كافيه بره النادي؟ ولا بتتخانق معاه قدام اللعيبه وفي الملعب؟ في حاجه اسمها ادبيات وفي حاجه اسمها انت جوه النادي الاهلي هتخطئ هتتعاقب حتى لو اترضيت، وما طبيعي ان انت تتراضى وطبيعي ان انت تتصالح، بدليل ان لما الشناوي وكهربا اتخانقوا مع بعض هي الخناقه دي كانت مع النادي ولا كانت بين اتنين لعيبه؟ المخطئ فيهم متعاقب ولا ما تعاقبش؟ اتراضوا الاثنين ولا لا وكهربا رجع وصالح الشناوي؟ حصل بس في عقوبه تحصل، ده طبيعي لان انت في النادي الاهلي انت مش بتلعب في الشارع مع بادجي، ده رقم واحد. بس انت حاولت تنسبها، ده غير ان انت قلت ايه وانت مش هتعاقبني، تحدي صارخ لمدير الكوره
ده اصلا في اساءه. زي بالظبط لما النادي الاهلي اتهزم الهزيمه الاقصى في التاريخ الافريقي امام صن داونز 5، طلعت من اهم الناس اللي او اللاعبين اللي اعترضوا على فكره بند خصم 10%، وجيت قلت انها اتخصمت عليا سنتين. لا، قول الكلام صح. اولا انت جيت في يناير، المباراة كانت في ابريل، جه معاك في يناير 7 لاعبين، حسين الشحات بقى وياسر ابراهيم، غير ان كان اجايي على قائمة الانتظار ودخل، غير ان معلول كان مصاب وجاء في يناير، غير حمدي فتحي، غير محمد محمود اللي تم اصابته قبل ما يلعب البطولة وقبل ما يشارك في البطولة، وكل اللاعبين بالقائمة الافريقية بالقائمة المحلية باللي شارك في المباراة باللي سافر جنوب افريقيا باللي ما سافرش اتطبقت عليه العقوبة خصم 10%. هتقول لي بتخصم على كله؟ اشمعنى انت بقى وانت في المباراه وانت في القايمه بتعترض؟ في لعيبه ما اعترضتش، ده رقم واحد. رقم اتنين، الخصم تم ازاي؟ على 10 شهور، كل لاعب طبعا حدد القيمه 10% من عقده واتخصمت على 10 شهور. انت طبعا اتخصم 1.5 1.6 1.7، اعارتك الاولى خلصت واتخصم منك 3 شهور. لما جددت الاعاره كملت خصم كل شهر جزء عشان اللي هم 7 شهور باين. هتقول طب انا افرض انا كنت بقى ما جددتش الاعاره، في حاجه اسمها نسب مشاركه، نسبه المشاركه بيبقى ليك جزء من المستحقات في نهايه الموسم، قبل ما تيجي تاخده هيتخصم منك ال7 شهور او ال7 اقساط دولت وهيديك الباقي. زي بالظبط ما حصل مع هشام محمد واسلام محارب، ما هم سابوا النادي ومشيوا، كان لهم نسبه مشاركه وكان لهم مستحقات عند النادي، تم خصم ال7 شهور او ال7 اقساط وخدوا الباقي اذا كان ليهم باقي. الاهم من كل ده، انت ليه ما ذكرتش ان ضعف ان مكافاه الفوز في مباريات الدوري الثمانيه الاخيره بعد مباراه صن داونز اتضاعفت، وبرده اتضاعفت على اللي كان بيلعب واللي كان ما بيلعبش؟ الاكرامي اللي هو كان حارس احتياطي للشناوي خد مكافاه الفوز زيه زي الشناوي بالظبط. فهنا انت طبقت الخصم على الكل وطبقت كمان المكافاه بتاعه الفوز في المباراه الاخيره على الكل، لكن انت بس هتذكر الجزء ده وهتروج لفكره ان انت اتخصم على سنتين، هو كل اللعيبه اتخصم عليها في 10 شهور، اللي كمل ال 10 شهور واللي ما كملش اتخصمت من مستحقاته. فدي نقطه كنا حابين نوضحها، واعتقد ما بقاش او رمضان ما كانش يلاقي اي حجه او اي مبرر يروج ليها ان هو اللي تلاعب بالنادي الاهلي وهو اللي ساب النادي الاهلي عشان اتعرض عليه ضعف المبلغ من بيراميدز وان هو اختار الفلوس. كان سهل جدا يطلع يوفر كل ده على نفسه ويقول انا اخترت المقابل المادي الاعلى. نشوفكم الاسبوع الجاي، سلام. تلقينا عرضا من الاهلي منذ عدة اسابيع لشراء النادي لشراء اللاعب، وقبلنا بالعرض ونحن مستمتعين بعلاقات العمل مع النادي الأهلي لأنهم تميزوا بالأمانة الشديدة جدا معنا، وقبلنا العرض وبالفعل رأينا أن هذا شيء عادل، وأيضا هذا شيء ربما كان يريد اللاعب يرغب فيه وهو أن يعود إلى النادي الأهلي بشكل دائم. متى أعلن أو أبدأ رمضان لكم رغبته في أن يكون متواجدا في نادي آخر بخلاف النادي الأهلي؟ كان ذلك بعد تلقينا عرض الأهلي. تحدثنا مع رمضان ووكيله، وفي هذه اللحظة قال لنا أنه يريد أن الوكيل قال أنه يريد أن يرى يبحث عن خيارات أخرى لرمضان. بالتأكيد تفاجأنا في البداية، ولكن في نهاية الأمر يعود للاعب، هو الذي يحدد أينما يريد أن يلعب.